توفيت ناومي باركر التي اشتهرت صورتها خلال أربعينيات القرن الماضي على ملصقات لحقوق المرأة حملت عبارة نستطيع فعلها في إشارة إلى حث المرأة على الدخول في مجال العمل. وولدت باركر عام 1921 واشتهرت بدورها المحوري في تشجيع المرأة على العمل في المصانع وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية وأصبحت رمزا لحقوق المرأة.